تفضلي هلأ رح نبلش. لا كتير غريب إني شوفك عم تشتغل، وأنا اللي كنت مفكرتك بتشبهني بس طلعت بتشبه أبوك. اشبه مين ما كان، المهم إني ما اشبهك أنت. كأنك طالع من وش الصبح، يعني حتى ما لحقت تفطر. مشان هيك حبيت إجي وشوفك بالشركة. أكيد رح تطلب قهوة لأمك صح؟ شو عم تحاولي تعملي؟ بدك تاخدي دور الأم؟ شوفي براسك. على الأقل لسانك كتير طويل مثل أمك وما فيك تنكر هالشي أبدا. عم اسمعك، شو بدك؟ نحنا ما منهمك أبدا، أنا بعرف أنت ما بتفكري غير بحالك وبس. غلطان هالمرة كنان، أنا من كل قلبي جاية مشان أبقى جنب ولادي، كأنه هذا هو الوقت المناسب والأجواء مكركبة كتير. منتشكرك بس نحنا مندبر حالنا، متعودين أصلا، ما تعزبي حالك. أنت هيك بتشوف؟ بس أنا ما حسيت هيك. ساعقة نازلي بالبيت وأنت مالك خبر. أنت شو اللي بينك وبين إسراء بالضبط؟ وقديه لكم تعرفوا بعض؟ هالبنت مخباية بتيابها؟ يعني أنت بعد كل هالسنين جاي تحكي عن المرأة اللي بحبها قدامي؟ ولازم قلك عندك حق يا أمي صح؟ اسمعي، أنا مو كارلا وانتي ما بتسوي ضفرة لأسراء. استني هون رح أطلب لك قهوة تشربيها. كارلا؟ كارلا؟ كارلا شو عم بيصير؟ النصايح اللي قدمتي لي اياها نفعتني كثير، شكرا. على ليلى قبل هالمره انا ولا مره سمعت من مروان كلمه مو حلوه. كنان كان معه حق بكل شيء قاله عني. شو القصه؟ ممكن تهدي وتفهميني؟ لا كيف بدك يعني اهدى؟ القصه مو بايدي، شو بدي اعمل؟ شو اعمل؟ الليلي رح اتصل بمروان. اتركي التليفون من ايدك، شو بدك تقلي له لمروان؟ بدي اقول له خلينا ننهي كل شيء قبل ما نبدا. شو بدي اقول له يعني؟ شفتن بعيوني كيف عم يتطلعوا ببعض، انا ما فيني ادخل بهيك حرب، ما فيني اتغلب على كل هداك الماضي وكل هديك الذكريات. ماما ما بقدر، ما بملك القوة. تعي عدي هون، عدي وخدي نفس، اهدي. امي فهميني، ما عم بقدر اتنفس، كل ما عم شوفهم عم يتطلعوا ببعض قلبي عم يوجعني وعم ينقطع نفسي. ما عم تفهمي علي؟ انت بتحبي لهالزلمة مو؟ اكثر من روحي. لكن مو مسموح انك تتراجعي، فهمتي علي؟ انت بعد اسبوع رح تعيشي مع هذا الزلمه بنفس البيت، يعني بدكم تعيشوا بسعاده، عم تفهمي علي؟ انا مالي رايحه من هون قبل ما اشوفك سعيده، وما رح اتركك لحالك، فهمتي؟ وهلا اهدي بقى، تمام؟ لا بقى تبكي. الله يخلي اياكي، خليكي معي. تمام، انا معك. حرق لي قلبي. في إلكن عندي خبرية حلوة، أنا وزعت كل كروت العرس. ما قصرتي بنتي، تسلم إيدي. شكرا. صحة وعوافي، أنا طالع على غرفتي. ليش عم تتهرب مني عارف؟ شو لهالدرجة ما عم تقدر تقاومني؟ شبك؟ ما عجبك؟ زعلتي لأنه ما جاوبك؟ كنان، يعني عم كذب كارلا؟ طلعي كيف قلبت وشها. أنا بكون أمك كنان ورح ضل هيك دائما، مشان هيك أحكي معي منيح. أنا مو الولد اللي وقت بيجي عبالك بتصيري أمه. قلتي لي أمي؟ فهمك كيف بتكون الأم؟ أولا ما في أم بتترك ولادها، وما في أم بتتصل بولادها بس مشان المصاري. كنان زودتها. بعتذر إذا زعجتكم، رح قوم أحسن. دايما على العشاء. واضح قديش أنا محبوبة بهالعيلة. آه، بكرة لازم روح أتعرف على أمه لمروان. إيه ماما، رح أعرفكن عبعض. بكرة بروفة الفستان،
وهي مرة راقية وكتير مرتبة يا روح. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.